فنان العرب محمد عبدو ونجمة الغناء العربي الفنان أنغام. والمايسترو الأستاذ هاني فرحات. والمشرف العام على أعمال الموسيقى الدكتور الأستاذ خالد أبو مهند. نرحب بكافة الأخوة والزملاء الإعلاميين والصحفيين من كل الدول العربية في هذا المؤتمر الخاص بإطلاق ألبوم عمري نهر للفنان محمد عبدون. هذه السنة الثالثة على التوالي يتواجد فيها الفنان العربي محمد عبدون في القاهرة، ويتميز هذا العام عن الأعوام السابقة بإقامة حفل ضخم ومميز، ويتواجد فيه أكثر من 165 عازف أوركسترا في دار الأوبرا. طبعاً اليوم نبارك أيضاً لفنان العرب فنان محمد عبدون على هذا التألق، وهناك مفاجأة أيضاً مغلقة لهذا اليوم وهو حصوله على كثير الأغنية العربية من الأمم المتحدة.